كنت الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شريف. مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكل خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ ليه البنات تعباني وتعدي مش شايفاني، وانت اللي يوم والتاني تتقال عليك ملايين، ولا حاجة فيك نقصاني، طب ليه العيون تنساني، وانت يا دوب بثواني فيك القلوب تايبين. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ يمكن عاجبهم تقلك لما العيون تضحكلك، طب ما احنا هم مش بهلك، بس احنا مش عاجبين، جايز لخفة دمك ولا عشان مش همك، لما البنات تندهلك واقفين شمال ويمين. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ وانت اللي زيك مين؟ وانت اللي زيك مين؟ اهلا 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 اهلا، ده الحلاوة دي. كل البنات بتحبني ومين اللي زي مين؟ طبعا مش كده ولا ايه؟ قولوا لهم قولوا لهم. اتمنى تقعدوا عندنا وقت حلو النهارده في 14 شريف، وتشوفوا حاجات حلوه جديده ومختلفه، عندنا اكلات حلوه قوي في الريستورانت مع منامين. اهلا ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. النور ده طول عمرك نورك. نور لا نورك انت يا حبيبتي. ربنا يبارك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عاملين لنا اكل النهارده. عاملين النهارده اكله سوري اسمها ست سبيقي. ست سبيقي. وعاملين في ايه؟ وعاملين بتنجان بالحمص. برنجان. برنجان. بتنجان. بتنجان. بتنجان بالحمص. وعاملين البالوزة. اموت في البالوزة. بالوزة. بالوزة دي غير الكاستر خالص، حاجة تانية. وغير الجيلي خالص. وغير الألماسية غير الألماسية. الألماسية طول عمرك ألماسية انت، يا الله العظيم. جاية من الماس، جابوا لي ماس ولولي. تحرجني كده والله. الله العظيم. بتكسف انا. بعد ما نخلص مع بنامين ونروح العياده الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، بعد كده عندنا استاذتنا الكبيره استاذه سعاد سليمان. هتكلميني عن مين النهارده؟ احنا هنتكلم عن سبيل ومدرسة وكتاب ومسجد خليل اغا السلحدار. اوه ابو نظر السلحدار. قومي كده ورينا السلحدار. قومي ورينا الفستان. ايه؟ قومي ورينا الفستان. هنافس ايمان. ده برضو بنفس السعر؟ ايوه. لا يا شيخ. والله. مش معقولة. فيري نايس. في حاجات في الظهر؟ ورينا برضو كده الظهر؟ الله. لا مش ضروري تقفي وتعملي كده. لازم اعمل مش لا لا هم حاجه هم لازم هم مش اتعلم. لا بقى ايه يعني، بس انت بتعملي كده غير لما هما بيعملوا كده، انت بتعملي كده الارض تتهز. عادي 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 عادي، فضحتينا منوره. شكرا يا ست زوزو، ما تقفيش تاني خليكي قاعده. طيب انا بقى النهارده انا اروح فين انا دلوقتي؟ عندنا فاشن شو النهارده
مع مسلمه العزيزي قال في الحقيقه بقعد مستني اشوف شياكتها وشياكه الديزاينز والتصميمات الخاصه بيها. تحيه كبيره قوي للاستاذه ايمان علي، اهلا وسهلا. منورانا وحشانا. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ ايه الشياكه دي؟ الله يخليك، تسلم. مش ممكن الجمال. هنشوف ايه النهارده؟ حاجات رمضاني ولا ايه؟ رمضاني مختلفه. رمضاني وعيد ام كمان. وعيد ام. صح كده؟ يعني انا الازياء بتاعتي بتمشي في كل المواسم. ده صحيح. منورانا. الله اهلا وسهلا بيك. مادام في فاشن شو يبقى اكيد ايرا واخواتها بنات الشارع الحلوين متالقين حبايبي. اهلا. انتوا حلوين طول عمركم حلوين، اهلا وسهلا. خمسه وخميس عشان انتوا خمسه النهارده. والنهارده عند ايه؟ مين مضايقك؟ انا؟ المايك عامل مشكله؟ لا لا ولا اي حاجه. وايه بس اللون الفظيع البطيخي اللي انت لابسه ده؟ فيري نايس. حاجه بطيخ بطيخ. شويه مانجا وشويه بطيخ. انت تموت انت في الفاكهه بالاخر. وتحب تغير في الفاكهه برضه مش كده؟ تحيه كبيره قوي المزازيكي مع حسام حسني لو سمحت. صح؟ يلا. تحب انت فروت سالاد؟ طبعا. مره كده عادي يقول لي يا شيف نحب، قلت له في انواع فاكهه ما احبهاش. قال لي ليه 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 مفيش حاجه اسمها كده، لازم تدوق كل حاجه. قلت له انت ماشي على هذا النهج؟ قال لي انا ماشي على هذا النهج، حياتي فروت سالاد. هو ما سمعش. لا سمعت، حياتي فروت سالاد. تمام. حياتك فروت سالاد؟ قول كده بصوت عالي. حياتي فروت سلطه. لا قول بصوت عادي، انا حياتي فروت سلطه. مشكله، انا حياتي فروت سلطه. يا سلام. شفت؟ هو بقى اللي حواليك دول. ما تكذبش. طبعا. يا بختك. وايه احلى نوع بقى فروت؟ انا؟ لا انا كل الانواع بحبها. كله. كله. مانجا. جميع الاشكال. بطيخ. جميع الاشكال والالوان. ليك في المشمش؟ طبعا. كمان؟ طبعا. فيري نايس. والحرنكش. والايه؟ حرنكش. حرنكش. طبعا الحرنكش. ميزز بس. طبعا. لا بس برضه بحبه. والموز كله كله, كله ما شاء الله. كله حاجه لطيفه خالص. طيب احنا بقى خلونا ايه نشوف فاصل، وبعد الفاصل نشوف حكايه استاذ حسام. بس ايه ما تبصي لي كده ليه؟ في نشيد الشارع. عشان ايه؟ نشيد الشارع. نشيد هنقوله. ايوه. انت قلقانه ليه؟ عايزه ترقص هي، عشان نشيد الشارع عايزه ترقص. طيب فاصل لخبطيني. نسمع نشيد الشارع وبعد كده نرجع لكم. خليكم على سمحتوا. يلا. تحت الشباك ولمحتك يا جدع، بعدها وياك ما تقول لي يا جدع. تحت الشباك ولمحتك يا جدع، بعدها وياك ما تقول لي يا جدع. إذا عديت قصاد البيت، إذا عديت قصاد البيت، أبوس رجليك ما تبص لفوق وتطفي الشوق. أمان عليك بص واتكلم وتنام يا جدع. يا سلام سلم على عينك يا جدع. يا عزيزة دي عيونك عيون غزال. يا عيونك يا عزيزة دي عيونك عيون غزال. يا شعرك يا عزيزة ده شعرك سلب جمال. يا شعرك يا عزيزة ده شعرك سلب جمال. الحلو في الفرندة شاورلي وبصلي، والقلب في الزمان بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاورلي شاورلي وبصلي. الحلو في البرندة شاورلي وبصلي، والقلب في الزمن بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاورلي شاورلي بصلي. يا بتاع التفاح لون تفاحك راح، بتكون ست الكل. يا بتاع الياسمين مين ينده لسنين، واحنا معانا الفن. يا بتاع الرمان رمانك ده بلاد، بص علينا وصل دي حرية يا ولا. قولوا لي يا ولا، استنى يا ولا. يا ولا
والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 خليه يديك مزيجة تانية عشان تعدل نفسك. يعني معوق؟ وقفت على كده. كده معوق؟ لا طبعا. انت كده. كده ازاي؟ دايركت. دايركت. ما عليك. You love me ها؟ جدا. لا تتخيل. اه لا والله. مش عشان قدامك لا يعني. لا انا عارف بتقول ايه في ظهري. كلام ايه؟ ينقط. انا؟ لا لا. لا لا. لقيت You love me. كنت هتعمل ايه من غيري؟ لو ما كنتش اتعرفتي عليا وجيتي معانا وفي الاجواء ده تفتكري حبيبي حبيبي انا طلبت عاوزه اطلع مع شريف وانا اتصرفوا استني بس انا هقول لك حاجه ده من 12 سنه انا عايز اسالك سؤال تفتكري انت دلوقتي الناس بتحسدك على روحك المرحه وعلى شباب قلبك هل تفتكري ان وجودك في الاجواء بتاعت شارع شريف من ساعه لما ابتديتي معايا من ساعه مع شريف لغاية دلوقتي ده أثر فيكي وزود الشباب اللي عندك؟ أكيد بجد؟ طبعا والله عظيم طبعا يعني تفتكر لو كنتش معانا كل السنين دي كانت حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ لا طبعا أكيد يعني مختلفة لأن الواحد بيتعدي من الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية فالجو هنا وأنت فظيع يعني لا والكلام مش مجاملة انا ما بعرفش اي I love you me too مش نادر اللي انت عايزاه كلمتها يا جوهري دي بتقول كلام فظيع فيا اشعار واشعار كلهم قالوا كده مشيتهم الحلقة اللي بعديها خدتش بالها من اللي انا قلته كلهم قالوا كده قالوا ايه؟ مش فاهمة كلمتها يا جوهري كلمتها قالوا ايه يا جوهري قالوا ايه كلهم قالوا اللي انت قلتيه ده عليا وبعدين الاسبوع اللي بعديه هم مشيتهم يعني انا الاسبوع الجاي مش معاك انت بالذات لا ما نقدرش طيب انا هشاور تعديلنا كده عملنا ايه النهارده عشان الحاجات شكلها عميق لذيذ جدا ايه ده بقى دي طبق من سوريا اسمه ستي سباقي ستي سباقي وهنقول قصته ده عباره عن مكرونه عباره عن مكرونه وعدس بني انا هتكلم زيهم بقى وعدس بني ومكرونه وبصلات وزيت وكسبره خضراء وده ايه وده سلطه بتنجان بالعيش دي من مطبخي انا والحمص ده اختراع مش اختراع احنا شغالين على طول ودي بالوزة ويقال لها الفلوذج الفلوذج ده غير الفلولو شلولو غير الشلولو الايه اسمها ايه الفلوذج دي من عند ابله نظيره وهنقول برضو كنا بنستخدمها في ايه البالوزة يس غير الالمازيه لا دي في يعني في قسم الالماسيه الالماسيه انت النهارده اللغه العربيه بتاعتك مش سهله بصحح ما بلاحظ وانت عامله لي النهارده قصه كده سبايكي تسريحه جديده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تسريحه جديده سبايكي؟ سبايكي فين دي سبايكي؟ سبايكي ولابسه جابو مدام بومبادور جابو بومبادور ما تقوليش انت عارفه مين هي مدام دو بومبادور؟ ايا كانت اصلها سمعتها مش حلوه لا انا سمعتي كده
خالص. كل ما تشوفني تقولي بامبادور يا ستي دي سمعتها مش كويسه. دي كانت ماشي 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 ما علينا. اذكروا محاسن موتاكم. الاسم حلو الاسم حلو. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بست سبيقي. مين بقى انت عايزه تقولي قصتها؟ ست سبيقي دي كان في بنت عايشه مع جدها وجدتها. كانوا الجد والجده دايما يتخانقوا مع بعض كويس كده. فمره من ذات المرارير البنت واقفه في المطبخ مع ستها وجدها كان في الشغل وراجع، فلما شافته قالت لستها ستي سبيقي ستي سبيقي، يعني استخبي استخبي. ليه؟ علشان ما تتخانقش مع جدها. ففي اللحظه اللي دخل فيها جدها وهي بتقول ستي سبيقي شاف الاكله دي فقال لا، فافتكر ان اسمها ست سبيقي. يا حليل. طلعت عليها ست سبيقي، وسبيقي دي يعني اهربي استخبي. سبيقي 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 ما تجيش تاني. ما صدقت. واللي قالتها لي واحده من سوريا اسمها غنوه رجب، بتسلم عليك طبعا ومن مشاهدي. ميرسي يا استاذه غنوه رجب واهل سوريا حبايبنا بحبكم قوي. وناس جميله. وفي سحر من الاردن كمان. اهل الاردن دولت جمال. حبايبي عندي صاحب يعني انتيم ليا ربنا ما يسيب الخير لانه دلوقتي عايش في كندا اسمه رامي بوستيمي، فبعت له الف سلامه وتحيه. هو من الاردن. من الاردن. طب طيبين جدا اهل الاردن. انا ابتدي بست سباقي. يلا المقادير يلا مشي جوهري لو سمحت لو سمحت. 2 كوب عدس اسود مسلوق، كيس مكرونه، بصلة مبشورة، راس توم مفروم، حزمة كزبرة خضراء، نص كوب دبس رمان، ملح وفلفل كمون، ماء سلق العدس، زيت ده للتقلية بقى، زيت ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة وخضراء، وللتزيين بصل محمر حلقات وكزبرة خضراء مفرومة. أنا موافق. وأنا كمان. أول حاجة هعملها أنا جاي لك هحط زيت على النار. أولا أنا سلقت المكرونة وتجيبوها أي شكل، بس اللي ما تتعملش ما تنفعش مع المكرونة الاسباجيتي خلاص. مكرونة زي البنة أو الحلزونة أو الودعة. خلصنا؟ يس. هنحط الزيت. أنا شغال معاكي بغير كمامة أنت اللي قلتي لي. ما تخافش عليك. ماشي. عايزة إيه؟ ناخد دي. هنحط البصلات على النار. هما بيقولوا كده البصلات دلعوا الحاجات. وهنصفر البصله. ركزوا معايا لانها اكله لذيذه جدا. وموجوده في كل بيت ورمضان جاي وتنفع في ايام رمضان. قولي بقى النار دي عاليه. انا لسه ما لسه حاطط البتاع عليها حالا. اوكي 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 هنصفرها شويه. وبعدها طيب في الاثناء دي هعمل التقليه واجهزها بقى. التقلية عبارة عن توم. سيبي دي نار. توم وكزبرة خضراء وكزبرة ناشفة وزيت. هجهزها لحد ما البصلات يصفروا. يا ريتني كنت بصلات. ايه؟ بقول يا ريتني كنت بصلات. بصلات. اوكي هتحطي مين على مين؟ لسه بس في الاخر. هيك التقلية. هيك التقلية. التقلية خلصت. اركن التقلية. نحط دي كده مع الشريف وهنشوف البصلات. صفرنا البصلات. اوكي هنحط المعكرونة. ادي. طب انزلها بقى بايدي بقى ما لا 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 لا. معلقة خشب. لا 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 لا. ايوه ايوه حلو الكلام. اديني معلقه خشب. دي مش خشب. طيب هنقلب شويه. خلوا بالكم انا البصله تصفر. حطينا المعكرونه. هنحط العدس البني المسلوق اللي هو العدس بجبه. بجبه عندنا في مصر بنقول بجبه، في سوريا بيقولوا العدس البني المسلوق. ونقلب تقلبتين. شو هيدا؟ ده الزيت عشان كده. ماشي. المقادير بقى يا جماعه زي ما انتوا عاوزين.
كوبايتين عدس. خلاص العدس ده خلاص؟ كفايه. خلاص؟ وبعدين هنحط الكزبره الخضراء. خضراء. كمية ها؟ كمية طبعا. ونسيبها شوية. كله بيتقلب. بشويش. معلش يا شيف اي ام سوري. عايزة طاسة أوسع؟ إيه؟ نحط دبس الرمان. دبس الرمان. أنا ليه اخترت ست سباقي وعملتها لكم؟ لأن مقاديرها شبيهة بالكشري. بالكشري. بالظبط. ده كشري شامي كده. لا هو مش كشري شامي، الكشري الشامي يقولوا عليه حرق أصبعه. مونجو. أنا بحب الأكل السوري على فكرة. لا وأنا كمان. قول لي ليه؟ ليه؟ لأن لما كنا في سوريا كانوا بيعملوا حاجات جميلة جدا. هحط بقى دي عليها؟ لا لسه، هنحط شوية من إيه؟ من مية سلق العدس. هي المفروض بتبقى مرقة شوية. كفاية. حطي يلا بقى نحط. لا حطي هنا شوية من مية العدس هنا. نحط هنا. خلصت. بس. نحط بقى ملح شويه صغيرين. انت ما حطيتيش ملح؟ لا ما مش مشكله اتحط. هنسيبها بس تغلي بتاع خمس دقايق كده مع بعضها ونخش على اللي بعدها. ونخش على اللي بعدها بس خلاص. في ايه؟ شفتي بقى سهله ازاي؟ اي حاجه. انت زعلانه من ايه بس؟ بس سيبيها بقى كده مع نفسها. مع نفسها. سيبي البتاع فيها مش ما نقعدش نوسخ. هات لي بقى ايه؟ بصوا بقى هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هتزيد البتنجان. يلا سلطة البتنجان اتفضل. يلا يا جوهر. يلا يا جوهر. يلا يا جوجو. سلطة البتنجان، كيلو بتنجان رومي، ربع كيلو فلفل رومي اخضر، راس توم، حزمة كزبرة خضراء، كوباية عصير طماطم، معلقة صلصة طماطم، معلقة كبيرة دبس رمان، معلقة كبيرة خل، كمون، ملح، كوباية حمص مسلوق، عيش شامي محمص. بس خلاص. معقول لو مش شايفة ان انت لسه شغال ودي تحط لنا صباعها عليه. يلا. اتلسعت لسعة جامدة. معلش معلش. اهو. بس. انا بصوا لي بقى، بصوا معايا، حاسب يا شريف ايه. انا اقعد بس صح. انا عملت ايه؟ حمرت البتنجان. وحمرت الفلفل وحطيته في طبق. اوكي. وحمرت العيش. هعمل الصلصه. الصلصه اديني سباتولا. الصلصه عباره عن كزبره خضراء مع ثوم برضو. خفف. خايف عليك انت. وبعدين هنحط صلصه. ايه ده؟ صلصة برضو، معلقة صلصة كده عشان ايه تتسبك. عاوزة ملح وفلفل. وهنحط كمون. اي حاجة فيها بقوليات يا جماعة نحط كمون. عشان الغازات. يا ابويا عيني. بعدين هنحط خل. وهنحط ايه؟ الحمص المسلوق ومنقوع من امبارح، يتنقع ويتشطف كويس تاني يوم ويتسلق. هنسيبها بس غلوة واحدة كده صغنططة. وهنحط دبس الرمان. دبس الرمان ده خلوه عندكم في مطبخكم على طول. تغطي شويه دي. خلاص غطيها بقى عشان هتفرقع. خلاص كده في حاجه تانية؟ لا ونسيبها. لا تحت هنا نوع. طيب انا انا عامله اهو هنا الطبق مجهزاه، البتنجان والفلفل رصه حلوه. وبعدين بحط عليه الايه؟ صلصة الحمص دي اللي على النار دلوقتي. اللي هي على النار. اوكي. وبعدين فوقيها العيش. حاسب ايدك. وبعدين العيش.
خلاص كده؟ ايوه كده طيب. خلصوا الطبقين بالسلامه. لغايه دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البالوزة الفلوزج. البالوزة البالوزة هنعملها دلوقتي؟ ايه؟ هنعملها دلوقتي؟ لا حضرتك نسمع اغنية. معانا حسام يبقى لازم نسمع اغنية، ومش اي اغنية، امل حياتي. اه اوبا بقى لست ام كلثوم، ده انت الاسبوع اللي فات كنت مبدعة. اه اتفرجتي على الحلقة؟ اتفرجت. شفتي على العمايل اللي عملتيها؟ شوف. حبيبتي 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 يعني حبيبتي حبيبتي حبيبتي. طيب هنستأذنكم نسمع جزء من أمل حياتي كوبلي، بعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع منامين ونعمل البالوزة. البالوزة الفلوزة الفلوزة مازيكا. اخر وقتي احكي لي قول لي ايه من الاماني ناقص تاني وانا بين ايديك، احكي لي قول لي ايه من الاماني ناقص تاني وانا بين ايديك. عمري انا 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 انا
خليني أربعة شارع شريف. ايه اللي حصل في النادي ده؟ لا الناس جمال جدا وبيحبوني وبحبهم وبنقعد، بس انا دايما بحب اقعد لوحدي. ليه؟ كده مع نفسي. لا 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 مع نفسي. بس انا سمعت ان انت اتخانقتي قريب. انا؟ لا انا كنت زعلانه من الناس. هو نفر. نفر نفر. اقول؟ لا. عشان انا الكاميرات صورته. لا يا راجل. تحبي اعرض لك؟ لا. تحبي نعرض له؟ لا مش ولا المسامح كريم؟ لا المسامح كريم. ده انت غلبان. انا باخد موقف على طول، ما تقلقش عليا. طيب ياش يا ست المزيه، مش سهله انت خالص. نيفر ايفر. تاخدي حقك تلت ومتلت. بالاصول. بالاصول. ها ها بلوزه هي دي؟ دي ايه بقى عباره عن نشا وميه وميه ورد. ما تعمليش كده لان كانوا بياكلوها. دي استاذه كبيره. ميه ونشا. هقول لك حاجه، زمان واحنا لما كنت بخلفه اولادي وكانوا يتعبوا ويجي لهم اسهال، ماما كانت تقول لي اعملي لهم بالوزه. اوعوا تعملوا كده للعيال. اسمع بس. طب والله العظيم وصفات زمان. مالناش دعوه، مالناش دعوه باولادك. والست الحاجه الله يرحمها امك قالت لك ايه؟ ماما دي كانت فظيعه. كان عندهم كام سنه لما اكلتيهم بالوزه؟ لا كان لما جه لهم اسهال. قال لهم كام سنه؟ سنه. ايه البالوزه؟ ميه بنشا يا شريف. ما تعملوش زيها البطن. غير فوق ست سنين. تمسك البطن يا جماعه، سالوني انا مربيه اربعه وزي الفل العيال وصحتهم كده. الله اكبر. بتقعد على عيالها في الشارع عندي اقول لها ايه دي؟ يلا نقول ابي بخريهم. لا الحمد لله. خمسي وبخري. الحمد لله. توي نص وتوي نص على اولادك. ايه؟ توي نص وتوي نص. يبقوا كام؟ 10 5 ولا 10؟ توي نص يبقوا، وتوي نص يبقوا 10. 5 5 5 توي نص. توي نص يبقوا كام؟ 5 5 5 ان يور ايز. ايه ده كله ده؟ ما اعرفش اعمل كده. يلا المقادير. البالوزه. البالوزه 3 كوبايه ميه، 4 معالق نشا، مكسرات، زبيب، سكر، ميه ورد بس. فيري ايزي. العيال تعبان عندها اسهال، اديها بالوزه. جولها ايدي اديها بالوزه. طيب النشا اهو هدوبه في كوبايه ميه وهحط السكر على الميه واسيبها على النار تغلي وهقلب الايه النشا. شاطر. لا لا مش بدي مش بدي. نو 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 اديني بقى وريني. نو 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 اتفضل. نو 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 قلب. سني باشيك. طب قول لي انت موطي قوي يا شيخ. مش ماما انا وطيت عشان كانت بتغلي جامد. هنقلب حضرتك. ايه اللي يا دي رجع تاني؟ انت عايزاها بتغلي جامد؟ هتغلي حالا. وعاوزه لا طلبتك كترت بقى. هي البتاعة دي مالها معظمة كده. مش بقولك اديني انا اتصرف مع الحاجات بتاعتي. انت عشان مش المفروض تتحط في مية سخنة؟ لا لا والله دي تعمل بص ازاي كده على طول. على طول. ده نشا. انا بدوب النشا في مية باردة وحطيت على النار المية كوبايتين مية مع السكر وهحط النشا اللي انا دوبته وهقلب لحد ما تمسك وهغرفها في سلاطين وهحط ميه ورد. فين ميه الورد؟ حد شال من هنا ميه الورد؟ ازيفة. يا نهار ابيض. خلاص اهي. احط ميه ورد فين؟ لسه. سوري. العفو. احرجتني يا وليد احرجتني. علشان مستعجلين. يلا يلا ولا استنى دي لازم تغلي؟ لا 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 لو عايزاها تغلي نستناها تغلي. شوفي وسخت الحله دي برضه. لا ده انت صعب قوي. ده جلد، ده بالشيء الفلاني جلد نعام. حط دي هنا اهو كمان جلد نعام. اديني بقى هقلب انا. لا 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 دي نو. هقلب يا جماعه كده. طبعا شايفين لونها اول ما هتبتدي تمسك هتبقى لونها شفاف، ولما تبتدي تمسك هحط ميه الورد بس.
حد يقول طب ما نحط لبن، حطي لبن بقت مهلبيه ما بقتش بلوزه. في فرق بين البلوزه وبين المهلبيه. احط بقى ميه الورد؟ لا لسه ما تمسك شويه، حط مش هيضر. وهنحط زبيب كمان شبه مريحة بس. ما تحطش اللوز، اللوز ده هنحطه على الوش. شيء عظيم، شيء عظيم طبعا. أكلات تراثية قديمة منسية بنفكركم بيها، ومش قادرة أقول تاني اللي ولاده عندهم إسهال يعملوا لهم مية بنشا أو بالوزة. شريف انا عاوز اقول لك حاجه. هو راجل هناك ده بصي عمال يضحك عليك ازاي؟ مش عليا، ده حط رجل على رجل، ده بصي بيصور. انت عندك عيال؟ اعمل لهم بالوز. عيالك عندهم اسهال؟ بيقول لك هو اللي عنده اسهال. ياكل وسخت البوتاجاز يا كاب. بصي بتقطع البتاع، ايه المنظر ده؟ ده انا ليها طريقه تقطيع كده اهو، وتروحي شدها كده اهو، انا بقى هتطلع مظبوطه. بس عملت ايه؟ انقاذ ما يمكن انقاذ. بخاف منك على فكرة، بس مش خوف خوف يعني. ومش خوف خوف ليه؟ لا مش خوف خوف ليه؟ لا بعمل بعمل لك حاجة غير. عايز اعطس، استني بقى. طب يلا ارحمكم الله. بصوا اهي بقت شفافة اهي، خلاص خلصت البالوزة. اغرف بقى يا شريف. متكل على الله. متكل. ناخد هنا كبشة من from the بلوزة أو الفلوزج. الفلوزج اللي هي قريته ده. الله. لا حلوة. حلوة. هنسيبها تهدى شوية. دي البلوزة. أنت ما تعرفهاش؟ لا. طيب. دي كتاب مين؟ أبلة نظيرة، الست الكبيرة العظيمة، أساس الطبخ العربي في العالم. والعالم. وانا وسختها ولا ايه؟ معلش معلش، جل من لا يسهو. متشكره جدا يا شريف على الفقره الجميله دي، واسعدتني بلقائك، ودايما تسعدني كده بلقائك. ما حسيت انك مش جايه تاني ليه؟ لا بعد الشر. هل يحيى ولا ايه؟ بعد الشر. لسه شويه. لا يا شريف، مش في واحدة قالت لك كفاية كده؟ الكفاية عليكي كده يا مدام منى، كفاية ايه؟ لو بتقول لك طب كويس انك بتقول لك يا مدام ما قالتلكيش يا مرحومة. احترام احترام. مش ممكن تعملوا في الست كده، مش ممكن على فكرة. ليه ده؟ انا ولادي عاوزيني لسه يا جماعة. كل ما بتعملوا معاها كده بتزداد الشباب والوهج عندها بيزيد. ده ربنا، ربنا بيديني. خلوا بالكم كل ما هتقعدوا تقولوا لها كده هتزداد. بص لفي كده كده بقى، لفي لفي. بصوا وهج فظيعه مشعه. عملت لنا ايه النهارده؟ عملنا ستي زبقي زبقي وبتنجان بالحمص. أيوة. والبالوز. ميرسي. ثانك يو يا مينو. لا طيب هنسمعك دلوقتي اغنيه للست نوال الزغبي. ماشي. الليالي. الله ومزيكتها سلطه تجنن. وبعديها نروح الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب في العياده عندنا. خليكم معايا لو سمحت. مزيكا. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد ليله جالي راح نداني خلى عمري كله عيد. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد ليله جالي راح نداني خلى عمري كله عيد. كنت فين يا شاغل لي هوايا، كنت فين يا اللي قلبك معايا، كنت فين يا شاغل لي هوايا، كنت فين يا اللي قلبك معايا. ليالي ليالي ليالي. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد، بعد جيل جالي راح نداني خلى عمري كله عيد. حب
حبك يا غالي غير لي حالي من شوقي ليك بصحى وبنام عودت روحي تهواك يا روحي وتدوق معاك اجمل غرام كنت فين يا شاغل لي هوايا كنت فين يا يلي قلبك معايا كنت فين يا شاغل لي هوايا كنت فين يا اللي قلبك معايا ليالي ليالي كل ليله الف ليله وليله قصه 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 كل ليله يا شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد الف ليلة وليلة قصة كل ليلة 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 احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي لشهريار اشغلي له ليله لطلوع النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد الف ليله وليله قصه كل ليله الف ليله وليله قصه كل ليله الف ليله وليله قصه كل ليله عارفه يا سوسو؟ نعم. الجيليه ده كله بواقي هدوم مرميه كانت في الزباله وحاجات زي كده واتجمعت واتعمل بيها الحاجات دي. الله حلو قوي. انا كنت لسه هقول لك انه شيك جدا. شفتي؟ يعني ايه الشطاره دي؟ مش انا اللي عامله ده، في ناس عاملينه. اه بس حلو، حلو قوي. حاجه ليها علاقه ببنك الكساء، بنشتري الحاجات دي والفلوس كلها بتروح لبنك الكساء. انت جميل. انت جميل. وجالي هديه منهم بصراحه. عامله ايه؟ انا كويس. مش عارفه عماله تعمل كده بالوش، مش بالحلقه بيعمل صوت. فرحانه انت اصلا؟ ما بلبسش حلقان طويله، فالنهارده لابسه حلقه طويله ومبسوطه من نفسي.
طيب انت يلا قول لنا الكلمتين بتوعك الاول. بلغني ايها الجمهور السعيد حبايب شريف مدكور ذو العقل الرشيد. احنا النهارده هنتكلم على نعتبر اخر اثر اتبنى في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومن احلى الاثار. هذا الشارع الجميل الذي يعني بيضم مجموعة من أهم وأندر وأجمل الآثار الإسلامية في العالم، بداية من العصر الفاطمي 969 ميلادية لحد اللي هو أول ما هتلاقي مثلا جامع الأقمر، هتلاقي جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي، هتلاقي أبواب القاهرة، نتكلم في 969 ميلادية لحد آخر أثر اللي هو أثر سليمان أغا السليح دار. ده من أحلى الأثار. ده من أحلى الأثار طبعا. ده اتبنى سنة 1834 وتم الانتهاء منه سنة 37 36 39. هو ثلاث سنين قعد يتبنى في ثلاث سنين. مميز بالرسوم. مين لا استني بقى. مين اللي بنى؟ سليمان أغا السلحدار. هو من قولة، المدينة بتاعت أو البلد بتاعت محمد علي. ده جد بكيزة؟ لا، ناصر جانم السلحدار. أو ناصر جانم السلحدار. هو اتولد في قولة. أتانيا بكيزة الدرمالي. في ألبانيا. يعتبر في سمة صلة قرابة، تبني. يعني هو كان متربي في بيت أهل محمد علي. لما جه محمد علي مع فرقة علشان يساعد الجيش العثماني إن هو يطلع الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801، جه هو مع محمد علي، هو ولازغلي لو أنت فاكر. اشتغل مع محمد علي وظل يترقى لحد ما وصل لمنصب السلحدار، اي خازن السلاح اللي هو المسؤول عن دار السلاح. السلاح دار، دار السلاح. يا هو ما اسموش كده؟ لا، هو دي وظيفه مش اسم. امال اسمه ايه؟ اسمه سليمان اغا. مش السلحدار بقى. لا، السلحدار دي الوظيفه. طب بس اغا دي مش حاجه كويسه. لا، اغا دي اللي هو منصب. لا، هي منصب يعني هو برضه منصبه اغا سلحدار. اغا سلحدار اللي هو المسؤول عن دار السلاح. هو اسم بابا ايه يعني تعرفي؟ اسمه توكرلي، لان هو من البانيا. وهو اسمه ايه الراجل؟ سليمان توكرلي. واغا ده مش لقب؟ اغا لقب، والسلحدار يعني وظيفه. اغا اللي هو زي لواء مثلا، يعني هو حاجة كده في الرتب العسكرية. اوكي. فهو واحد اربعة مسؤولين عن مذبحة القلعة. احكي لي بقى. ما هو احد رجال محمد علي المهمين الذين كان يثق فيهم، وهو اشترك مع محمد علي ولازغلي في مذبحة القلعة والتخلص من المماليك، وكان ذا سطوة وبنى ذو ولا ذا؟ ذا سطوة، ذو سطوة. ما هي على فكرة تمشي الاثنين، ذا ذو سطوة وذا سطوة، ذا وذو. ويقال ان هو كان رجل عنيف، وكان بيسطو على البيوت المماليك ويستخرج منها، ياخد منها الرخام والفسيفساء وكل كان حرام يعني. ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه. كل يعني ايه بيسطو على بيوت المماليك ياخد منها الرخام وراح بنى السبيل ده؟ طبعا. يعني سرق حاجات وبنى بيها السبيل ده؟ كلهم عملوا كده. كل المماليك عملوا كده علشان يبقى ايه؟ يبني جامع الناس تصلي فيه. كل المماليك؟ لا، مش كل المماليك بقى، ده هو ده مش مملوكي الراجل ده اللي بتتكلمي عليه. سليمان ده مش مملوك. ما هو جاي من البانيا. ما هو يعتبر ايه؟ ما هو مش مملوك، لكن هو نفس القاعده اللي كانت ماشيه ايام المماليك. كل واحد ياخد اللي يقدر عليه. يعني المؤيد شيخ مثلا سرق الباب بتاع السلطان حسن، جمع باب جامع المؤيد شيخ، مش بتاع الجامع. هو كان عاجبه المسجد بتاع السلطان حسن، فسرق، ما عرفش يسرق الجامع، فسرق الباب وحطه على الباب بتاعه. والله هيفك الجامع ازاي؟ ايه؟ هيفك الجامع ازاي كان؟ ما بقول لك، يعني مثلا هقول لك في واحد اسمه خير بيك. خير بيك ده اللي خان سليم الاول وطومان باي، عمل
جامع في الصليبه كده في الدرب الاحمر. بعد عشان ايه؟ علشان هو حس بالندم وحس بالذنب وعايز يكفر عن سيئاته، فعمل الجامع عشان الناس لما تصلي فيه تدعي لصاحب المكان او ياخد حسنات. شوف ربك بقى، تطلع القبله غلط. الناس كانت بتصلي غلط؟ لا، محدش صلى فيه. بعد ما خلص الجامع وهو تسلمه اكتشف ان القبله غلط، فما حدش دخل صلى في الجامع والجامع مقفول. بس حته جامع لغايه دلوقتي مقفول. حته جامع. طب غيروا القبل يعني، يعملوا السجاجيد ناحيتي وخلاص. ربك بقى. لا يعني هو لغايه دلوقتي مقفول. بس السبب مش وجيه. هو السبب مش هو وقتها الناس رفضت تصلي فيه علشان القبله. الجامع ملوش يعني جامع ارض، فانت لو نقف نعرف القبله فين. في منبر بقى. ها؟ في منبر وفي قبله. ينقلوا المنبر. انا ماليش دعوه بقى، بس ده اللي حاصل لحد يعني دلوقتي. دلوقتي مقفول؟ لا لحد دلوقتي مقفول. بعدي كتير جدا عليه ما بلاقيه مقفول. وبس جامع فخم فخامه وشيك شياكه، ورغم ذلك ربنا بقى مش رايد يعني. تفتكري؟ انا مؤمنه بالمساله دي، لان هو كان ذنبه لا يغتفر، لان هو اللي سلم بايديه يعني خان قنصوال غوري ومات قنصوال غوري بسبب خيانه خير بيك. وده حلقه ثانيه. ليه يا خير بيك تعمل؟ واحنا قلنا قصته قبل كده. لا ما قلناش. ما قلناش؟ لا، الاسبوع الجاي قول لنا خير بيك ده. ماشي. نرجع بقى لسليمان اغسطس الاحضار. سليمان اغسطس الاحضار كان المكان، يقال ان المكان اللي بنى فيه المسجد والسبيل والكتاب ده كان بيت المؤرخ العظيم المقريزي. وهو بناه على ناصيه حاره اسمها حاره برجوان، مكتوب حتى عليها سكه. في فيلم اسمه كده. بس برجوان ده شخصيه حقيقيه، اللي هو بهاء الدين برجوان. ده كان معلم الحاكم بامر الله الفاطمي. لما مات العزيز بالله الفاطمي ساب الحاكم عنده 11 سنه، فكان برجوان ده وصي عليه. فكان يعني بقى ايه سايق فيها ويرتع وعايش حياته، ما خدش باله ان الحاكم كبر عايز يستلم بقى الحكم، فما رضيش يسلمه الحكم فاستدرجه وقتله. نازل خيبه مش ممكن. طب ايه يا استاذ عماد ده؟ طب ورونا كده صورته في المكان لو سمحت. طبعا هو مكان تحفه بصراحه جدا. كرهتني فيه. ليه بس؟ ما انت قلت لي انه سرق الحاجات عشان يبنيه. ما كلهم كانوا بيعملوا كده. بس المكان تحفه بصراحه. هو طبعا ومن جوه بصراحة كمان اجمل يعني. هو في المفروض انه في عايز اقول لك ان الفسحه المثاليه الاهلي انهم يروحوا يتمشوا في شارع المعز. ده جميل. انا المفسحه بالنسبه الحياه بالنسبه لي شارع المعز. نفسي اروح والله. تعالى اوديك واشرح لك بقى الاثار. واللي هتعرفي تشرحي لي؟ تفتكري؟ انت مش عارفه اللي هيحصل؟ لا. طب اسالي دينا نصير لما رحت مع الحسين حصل ايه؟ طبعا لا مش هعرف، مش هعرف اشوفك اساسا، ممكن يخطفوك مني اصلا. هم حبايبي طبعا بس للاسف. اتوفى سنه 1845 واتدفن في قرافه المجاورين. في المجاورين؟ اوكي. ميرسي. العفو. هسمعك اغنيه حلوه. يلا بينا. النهارده يوم دلع كده وانت يلا مدلعه خالص. مدلعه كده يا مدلعتي يا مدلعه يا سوسو. يا مدلعتي يا مدلعه يا سوسو. والنهارده كمان حسام بصي جاي متدلع ازاي؟ بطيخ. لابس بطيخي. لابس بطيخي. بطيخي فروت سلاد. حسام فروت سلاد. حسام فروت سلاد دلوقتي هيسمعنا يا دلع يا دلع للسبوحه. وبعديها نرجع لكم فاشن شو مع استاذه ايمان علي. وبشكر سعاد سليمان على حكايتنا النهارده. مزيكا. يا دلع يا دلع دلع وبالحلوين اتطلع. يا دلع دلع وبالحلوين اتطلع. روحي حطت روح وقلبي فيك اتولع. روحي حطت روح وقلبي فيك اتولع. قلبي فيك اتولع. يا دلع دلع وبالحلوين اتطلع. يا دلع دلع وبالحلوين اتطلع. يا دلع دلع
غير قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب قلبي غير قلبك ما حب يلي قلبك أطيب قلب انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع انت غني لي عالحب وانا بقعد بتسمع يا دلع دلع وبالحلوين الطال يا دلع دلع وبالحلوين الطال يا دلع دلع أوبا أيوة يا دلع يا دلع أنت يا دلع قوي المصمم الازياء اللي حاجته لما الواحد يشوفها يبقى عارف ان دي تصميم فلان من غير ما يسال. ومعايا طبعا النهارده مصممه ازياء شهادتي فيها مجروحه عامله المعادله الصعبه قوي، حاجتها هتتلبس في كل يعني صيف شتاء خريف كله ربيع، تتلبس الصبح بعد الظهر سواريه ابريمي دي كاجوال، ستات كبار بنات صغيرين كل واحد هيلبسها بطريقه معينه. وغير كده بقى عملت معادله اصعب، عملت الحاجات اللي فيها الطابع التراثي العربي مع الحداثه المودرن اللي هتبقى سهله. ايه ده بقى؟ مش معقوله كل مره تعقديني كده، يعني مش معقوله، يعني مش معقوله. برحب بمصممه الازياء استاذه ايمان علي، اهلا بيك. الحمد لله. بتعقديني؟ لا والله مش تعقديني، لا بحب حاجتك قوي بصراحه. بس انت فهمت الكونسبت بتاعي ان انا ماشيه، يعني كنت بتسالني على الخط بتاعي وقلت لك انا مع الوقت بحاول، بس انا بحس ان انا القطعه الواحده بجمع فيها حاجات كتير بسيطه، يعني ما فيهاش اي حاجه وما فيهاش اي مش بسيطه يعني. لا هي ده في حاجات لا يعني مش مليانه لا تطريز ولا مليانه تلاقيها سيمبل بس فيها فكره، فيها فكره. قماشه ومقلوبه، قماشه ولون عكس، خامه وداخله مع خامه. الفكره بتجيلك ازاي؟ لما بتشوفي القماشه بيجيلك الفكره ولا بتحلمي بالفكره بتصحي تقعدي تدوري على القماشه؟ يعني مين قبل التاني؟ لا قلت السر. لا قولي بقى. انت قلت في الاخر. الايه؟ اني انام اصحى الصبح الاقي نفسي يا عيني عليك عشان تدوري على القماشه اللي تحقق لك. عشان القطعه الواحده. عشان القطعه الواحده صعبه، كل حاجه قطعه واحده. كل حاجه قطعه واحده، بحس انا بمشي معاها وبمشي يعني فترة كده بنعيش مع بعضنا كده أسبوع لغاية ما تطلع على الحقيقة. يعني أنا بحس إن أنا والقطعة كده واحد.
يعني حاجه بتاعتي ببقى متمسكه بيها انها تطلع في احسن صوره. طبعا انت بتطلعي الحاجات في احسن صوره ومش بس مش عايزه حاجه زي التانية. مش حاجه زي التانية ولا شبه التانية ولا كولكشن بس يوم نفس الروح تقول ان انا انت في يوم روحك طبعا. وخليني اقول حاجه ان انت بس مش مهتمه بال لا مشى وكده. اللي عايز اقول لكم بقى الحاجات اللي مش باينه للكاميرا مش هتطلع لكم الفينشنج الخياطه التفاصيل الغير عاديه في الاكسسوارز اللي بتستخدمها. وكمان انت دايما بتبهريني باستخدام الشراشيب والشرابات الشراشيب للحاجات. ممكن انا استعمل بطانه ويتقال لي ازاي يعني ليه البطانه تبقى تحت؟ تخليش البطانه بقى عشان هي البطانه اسمها كده بطانه البطانه بتبقى جوه كانت البطانه بقى في بطانات درجات. أيوة. وبعدين عندك نهايه القماش مثلا بتلاقي اللي هو الشراشيب بتاعتها. طب ليه ارميها؟ هروح مستعملاها استعملتها مثلا في النص. هو ده الفن ده الفن في التصميم. مرميش حاجه احس ان هي ممكن يبقى لها اهميه او تدي رونق للقطعه. طب هستاذنك نشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل نرجع لكم ونكمل بعد كده عرض الازياء. خليكم معانا لو سمحتوا. النهارده استاذه ايمان علي مصممه الازياء زي ما انتم شايفين عامله حاجات في منتهى الشياكه والجمال. والبنات ماشيين اعمال كل قطعه اشوفها افتكر او احس ان زمان في الحضارات القديمه ممكن الناس كانت بتلبس كده. يعني ممكن او ممكن لا الله اعلم. بس حضاره سبأ مثلا لبس الافغان زمان بتكلم من 1000 سنه الاميرات اعتقد كانوا بيلبسوا كده. تفتكري؟ انا مش مستوحاه من العصر بس انا بحاول ان انا ممكن قلت لك قبل كده ان بين القديم والجديد يعني نحافظ على القديم ويبقى كلاسيك ويبقى برضو يعني الاوتفيت بتاعنا يعني مش عريان مش يعني بتلاقي الحاجه. وزي ما قلت لك هو مش بتاع سيزون مثلا عيد الام او رمضان لا السنه كلها. طب عايز اسال سؤال ليه البنات والستات ما بيلبسوش كده كتير او نوعيه معينه منهم؟
هو اختلطت الامور اصلا. احنا ابتدينا يعني معلش ان احنا نخرج عن المعتاد والاونلاين واللي موجود وان احنا نمشي مع المود. انا ما بمشيش مع المود. ما انت موضه لوحدك. بس خلينا نفكر الناس بالفيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه ايمان علي موجودين على الشاشه. هي مش حافظاهم. موجودين على الشاشه دلوقتي معانا. طيب هستاذنك في حاجه. اتفضلي. عايزك تقفي للاحراج. اقفي بس اقفي. عايز اوري الناس البدله بتاعتك. سيمبل خالص. خليكي واقفه زي ما انت. لا خليكي واقفه قدام الكرسي. انا هقول كلام اتمنى الناس تستوعبه. هاتولي البدله من فوق لتحت. دلوقتي ليه البنات والسيدات المحجبات لما بيلبسوا بنطلون او جاكيت ما بيبقاش المنظر كده؟ الاستاذه النهارده هي محجبه، استاذه ايمان لابسه بنطلون واسع واسع وهي واقفه، واسع وهي قاعده، لابسه جاكيت طويله لغايه فوق الركبه بجزء ومش مكسمه وكمامها واسعه. هو ممكن يبقى مفتوح على ممكن يبقى مفتوح. فاستريحي، انا اسفني اول. فاللي احنا بنشوفه من مش عارف هتوافقيني ولا مش، والكلام ده مش اول مره اقوله، ان يعني في بنات وسيدات بيختاروا انهم يكونوا محجبات لكن في الاخر بنلاقيهم لابسين ستريتش، وبنلاقيهم لابسين بنطلونات تحت الجلد وعليها حاجات قصيره، بنلاقيهم لابسين بادي من فوق وعليه حاجات ضيقه قوي. فالمنظر بيكون لان الحجاب ما لا يصف ولا يشف، يعني ما ينفعش حاجات تكون شفافه، ده اللي انا فاهمه. انا مش 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 شيخ يعني. ما يبقاش شفاف وما يبقاش بيكسم الجسم. طب ما نتقابل في النص. نتقابل في النص. طيب نقول محشم. محشم محتشم. لا نيجي كده ولا نيجي كده. نتمنى ان كده بقول لك ما يمشوا ما يلبسوا كده. انا ما اعرفش اعمل اللي هو الموضات وامشي مع موضه. انا ماشيه مع الخط بتاعي اللي هي رؤيتي. انت سمعتي انت فاهمه وجهه نظري. انا فاهمه كان في ايه. احنا ليه بنلبس دلوقتي؟ ليه رايحين؟ ليه وليه وليه؟ ده ما كانش الشكل بتاعنا. طب ما هي السبعينات كان في الافلام كلها تلاقي كان قصير والميكرو والحاجات دي كلها كانت موجوده فتره وبتروح. بس اللي زي دوت او مش دوت يعني الكلاسيك او كده ما بيروحش ليه؟ ما بيروحش عليه. طيب تيجي نشوف اخر جزء من يلا نشوف اخر جزء من عرض الازياء. يلا بينا.
الله 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 على الحاجات الحلوة، الكولكشن كلها أروع من بعض. تسلم ذوقك، شرفتيني نورتيني. كل سنة وحضرتك طيبة وانت بالصحة والسلامة، ودايما نشوفك في أحسن حال إن شاء الله يا رب. نفسيني جيت لنا النهاردة. الله يخليك، أنا متشرفت بيك. أنا كمان اتشرفت بيكي. أتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف. نشوفكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا ليك وباي باي.